يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سبورت كلينيك. الاخصائيه العلاجيه ساره الفقعان حياك الله معنا. الله يحييك وشكرا على الاستضافه. الله يسلمك ان شاء الله. حضرتك صاحبه التخصص وهو التغذيه العلاجيه بالنسبه لكبار السن، هذا الفئه الجميله اللي يحتاجون من عندنا رعايه واهتمام خاص فيهم. تكلمنا يمكن في حلقات سابقه عن الانظمه الغذائيه اللي تناسب هذه الفئه، وايضا تكلمنا من جانب اخر اذا صار عندهم بعض المشكلات من خلال عدم الشهيه او صعوبات في البلع، وما شاء الله عليك اعطيتنا الكثير من النصائح بالنسبه لهذه الفئه. الحين نبي نتكلم عن موضوع اخر، يمكن دائما نسمع عن مرض الزهايمر، ويرتبط هذا المرض ارتباط وايد كبير في التقدم في السن وفئه كبار السن. ابيك تكلميني بشكل عام شنو هو مرض الزهايمر وشلون يصير؟ هو مرض الزهايمر اول شيء لشخص الدكتور. نعم. لما شخص الدكتور هو في مراحل، هي اربع مراحل. المرحله الاولى الشخص يقدر يعتمد على نفسه، ولكن في بعض اللحظات ينسى او يعني ما يعرف هو وين مكانه، او مثلا نفرض هو يروح دائما هالغرفه، يروح غرفه ثانيه يقول لا هذه هي غرفتي، يضيع يعني. يضيع زين، هذا يكون ضيعتهم الخفيف. زين، يذكر عياله مثلا، يذكر اسمائهم، يتذكر، ولكن على حسب الحاله من شخص لشخص. مرات يعني شخص عنده مشكله مع نسيان بعياله، مرات المكان اللي هو كان فيه ليل، الاغلب الاماكن يعني الاماكن غالبا. نعم. بعدين عندنا المرحله الثانيه، هم يقدر يعتمد على نفسه ولكن النسيان يصير اكثر، يمكن ينسى عياله وينسى مكانه. ممتاز، الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض. نعم. بس ما تكون المده طول الوقت، هي فتره ويرد على حياته الطبيعيه. ممتاز. عندنا المرحله الثالثه والرابعه اللي هو ان يحتاج من يرعاه بشكل كامل. لانه راح ينسى هو وين مكانه، اليوم الصبح ليل احنا وين قاعدين، شنو قاعد نسوي، هم مرات هم عياله ما يعرف منو هذول الناس. زين، الثالثه والرابعه حسيت انهم متشابهين نوعا ما، صح؟ شلون نقدر نفرق بينهم؟ الرابعه يصير نسيان بشكل كلي. نعم. يعني يمكن الثالثه يمكن شوي يقدر يرد او يقدر يسوي الشيء، اما الرابعه هي يعني تكون نسيان بشكل كامل. زين، هل نقدر نعطي امثله على المرحله الرابعه انه مثلا ينسى ياكل، ينسى الادوات شلون يستخدمها لهالدرجه؟ ايه، ينسى ياكل، ينسى شنو اللي قدامه. يعني احنا دائما حق كبير السن نحرص انه اول شيء ما يتغير الروتين اذا كان معاه زهايمر. نعم. الشيء الثاني انه لحظه الاكل يكون الصحن او الكفاش تكون لونها قامجه. السبب؟ عشان يعرف ان هذا الصحن اكل، يعني حق الاكل. يشده يمكن. يشد اللون. ايه. دائما نقول الالوان القويه، الفاقعه، الالوان مثلا الفسفوريه او الالوان القامجه حيل، مثلا الاحمر، البرتقالي، الاصفر الغامج، عشان يشده ويقدر انه يستوعب. طبعا غير ان الولد او البنت تقول له ترى الحين قدامك غدا، الحين بنتغدى، يلا الحين اخذ قفشتك واكل. يعني لازم خلاص تمشوا معه خطوه بخطوه، خطوه بخطوه. ترى هذا اكل، ترى هذا ماي، لازم تشرب بهالطريقه، لانه يرد حق العمر كنا طفل. فيحتاج تقول له هذا قلاص الماء، يلا اشرب. سبحان الله. يعني يرجع مرحلة سبحان الله كأن الطفل ما يعرف ولا شيء، ولا شيء، ولازم رعاية كاملة حقه. صحيح. نعم. الأخصائية العلاجية سارة الفقعان عندي الكثير من الأسئلة، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيك مع الأخصائية سارة الفقعان. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، عدنا من بعد الفاصل. الاخصائيه العلاجيه ساره الفقعان، كنا قاعد نتكلم عن مرض الزهايمر بشكل عام، وما شاء الله عليك يعني بينتي لي بعض النقاط الهامه حول هذا المرض وشنو اعراض هذا المرض. انزين، انا الحين عندي مثلا احد من الساده المشاهدين شاف ان عندهم احد من كبير السن مثلا صار في هذه الاعراض، ويابوا لكم اياه مثلا المستشفى، شنو اول شيء، منو القسم اللي يستلمه، وشنو سووا له اول شيء؟ لما يلاحظون عليه الاعراض لازم اول شيء يروح حق الدكتور. تمام. لازم يشخصه، يسوي له الاشعه، يسوي له هذه الاشياء، وبعدين راح يتحول اساسا حقنا كاخصائيين تغذيه. ليش؟ لان كبير السن اذا حاشه زهايمر
اول شيء يفقده راح يفقد الشهيه، راح يصير معاه سرعه في فقدان الوزن وسرعه في فقدان العضل. يعني على قولتهم راح يضعف بسرعه. صحيح. فهني احنا كاخصائيين تغذيه راح نكون عارفين مع الدكتور هو في اي مرحله وراح نبلش معاه. هم راح ناخذ السيره الذاتيه من ناحيه التغذيه، من ناحيه الامراض اللي معاه وش المشاكل، وراح نبلش معاه. احنا دائما نحرص مع الشخص اللي معاه زهايمر ابلش معاه بمكمل غذائي. ليش نبلش معاه مكمل غذائي؟ المكمل الغذائي هو عباره عن عالي بالسعرات الحراريه وعالي بالبروتين. يعني اغلب المكملات اللي عندنا يكون 250 ملي الى 220 ملي، يعني علبه صغيره. فهني انا راح اغطي، لان الكبير لما يحوش زهايمر راح يتقل عنده كميه الاكل. صحيح. فاحنا ما نبي نخليه ينزل بالوزن ويخسر عضل. صحيح. احنا نتفادى المشكله اسرع ونبلش معاه بالخطه. ممتاز. في مثلا عناصر غذائيه كاكل، ما بالحين لا مكملات غذائيه ولا ادويه، ممكن ان احنا نهتم فيها نوعا ما بابائنا باجدادنا الموجودين عندنا، يكونون هذيل مثلا العناصر الغذائيه نوع من انواع الوقايه من اصابه في مرض الزهايمر؟ عندنا طبعا بعض الاكلات اللي دائما يوصون فيها الدراسات، اللي هو احنا نفس ما عارفين احنا صغار، اليوز، اللوز، عندنا الكاكاو الداكن الدارك شوكليت. نعم. نفضل كل ما صار عالي دارك يعني اكثر هو الافضل لنا. صحيح. عندنا الاوميجا 3 اللي هي موجوده بالسمك. نعم. عشان كذي احنا البحر الابيض المتوسط نفس ما تكلمنا فيه قلنا يحرص على الاسماك الاوميجا 3. عندنا المكسرات، ودائما نحرص لما نعطيهم مكسرات نعطي مكسرات نيه ما تكون مملحه ولا محمصه. السبب لان تكون هي البهارات اللي موجوده مو بهارات صحيه. صحيح. هي مقليه بدهون مقلية أكثر مرة ودهون. نعم. غير صحية وبعدين يبهرونها. فإحنا عشان نحافظ على صحة آبانا وأجدادنا نقلل هذا الشيء. ممتاز. الأخصائية العلاجية سارة الطقان، أنا أشكرك على كل هالمعلومات هذه القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.